صافي تبيريميت ما تبيريميتيش اختي، راه المراه ملي كتديها في راسها ولا كتنقي راسها راه ماشي حاجه جات بالعمر، ولا العمر غير رقم، عمرك تقولي انا كبرت انا في عمر 50 عام انا وديما العمر راه مجرد رقم مع عباد الله، والبنادم خصو يكون من الداخل ديالو يحس براسو. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو باحوال جيده وبصحه جيده يا ربي. وكنقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شارمونت فلوغ. بالنسبه للبنات اللي قدامين عندي كنقول لكم شكرا شكرا على التفاعل ديالكم، وديما غادي نبقى كنشكركم البنات اللي كيخليو لي دي كومونتير زوينين، الناس اللي كتخلي لي كلام زوين سواء في لي كومونتير سواء في الانستغرام. بالنسبه للبنات من هذا المنبر اللي ما مابونيش عندي في انستغرام او لا ما عارفينش الصفحه ديالي ديال الانستغرام، غنخليها لكم في صندوق الوصف، غنخلي لكم المكونات ديال الوصفه ان شاء الله اللي غادي نشارك معكم اليوم حتى غتلقاوها في صندوق الوصف. واجيو عندي الانستغرام كنكون ديما تما اكتيف، كنشارك معكم بزاف ديال الحوايج. اليوم ماشي من الكوزينه، اليوم غندير معكم هذا الفيديو هذا باش شويه نهتموا براسنا، نهتموا بشعرنا، نهتموا بالبشره ديالنا. كيف شتونا اليوم رانا مكياج، مش حال هادي ما درتش المكياج، قلت اليوم ندير شويه ديال المكياج، علاش لا، نتهلا في راسي لراسي. ومن هنا نقول لكم البنات كل وحده فيكم، كل وحده فيكم بالجهد اللي عطاها صدر ربي تهتم براسها لراسها، ماشي بالضروره حتى يكون في حياتك راجل او لا تكوني مزوجه او لا، ديما المراه تكون نقيه، تكون مهتمه براسها، تكون ريحتها زوينه، تماكي، تقاد، تكملي شغلاتك، دوزي، قادي حالتك، قادي راسك، وبارك عليك غير تشوفي في المرايه وتقولي واو انا زوينه، يعجبك راسك. هذيك راه حاجه اللي كبيره بزاف، ان الواحد يكون كيبغي راسو لراسو ماشي تيبغيو الناس او لا تيشوفوا الناس زوين. موضوع اليوم ان شاء الله غادي غيكون يعني المضمون ديالو واحد الوصفه اللي مقويه الشعر اللي انا جربتها ولقيت عليها نتيجه، وقلت ما يمكنش ما نجربهاش مع البنات. دابا واحد اسبوع هي كدور ليا في راسي، فاش بانت ليا عليها النتيجه اكثر من اسبوع، ولكن دابا اسبوع انا كنقول خاصني نبرك مع البنات ونوريهم هذه الوصفه، الا استطاعوا انهم يديروها غتعجبكم بزاف. وتحت طلب بعض المتابعات اللي طلبوا مني انني نهضر اليوم على اش او لا لي برودوي كوزميتيك ديال لوريال، او لا دوك الكريمات المرطبه ولا ديال البشره اللي كنستعملها. صافي اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال الشعر اللي انا هنتني، وما نكذبش عليكم انا شعري نقطه الضعف ديالي، شعري عزيز عليا الشعر بزاف، نقدر نكون كنهتم بشعري اكثر ما كنهتم بالبشره ديالتي من زمان، يعني واخا انا ما عنديش شعر طويل ولا شي سالف ولا، ولكن عزيز عليا الشعر يكون ديما يكون زوين ما يطيحش، الا بدا كيطيح كدوش عليكم كنتعقد. هذاك الشيء علاش انا حاسه بزاف تاع الناس كيعانيو من تساقط تاع الشعر، هذاك الشيء علاش جيت اليوم باش نبارطاجي معكم الوصفه السحريه ديالتي اللي ان شاء الله غتجربوها وغادي تردوا عليا الخبر. فان بزاف ديال الناس كيعانيو من نفس المشكل اللي كنعاني منه انا، تساقط الشعر اللي ما نكذبش عليكم دست هاد الفتره مؤخرا قبل الحمد لله من تبع هاد الوصفات اللي غادي نعطيكم اليوم، ويرجع بدا كيرجع ليا شعري ما نكذبش عليكم، فاش شفت ان شعري بدا كيرجع ليا ما تصوروش فرحتي قداش، ما نكذبش عليكم انا من الناس اللي عزيز عليا الشعر واخا ما عنديش شي سالف ولا، المهم شعري كيعجبني يكون عندي الشعر وصافي واخا ما عنديش شي شعر طويل ولا، ولكن انا بالنسبه ليا شعري كان كثير قوي، يعني فاش شفته كيهبط ليا كيتنسل ما دخلتش ليا لراسي، كنت لدرجه انني فاش كندخل ندوش غير كنكب عليه الماء كينزل بحال لا تقولوا ما غير كنكب عليه الماء ما بقيتش كنقدر حتى نسرحو بالمشطه، لانه كان بصح 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 كيطيح ليا بواحد الصوره ما كتصورش، يعني مشى ليا اكثر من يعني بقى عندي بحال غير اكثر من نص طاح ليا من شعري. ولكن الحمد لله ملي مؤخرا تبعت هاد الوصفات اللي غادي نشارك معكم اليوم، هما جوج ديال الوصفات، وحده هي قدامي وحده ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو اخر وغنرجع نهضر لكم عليها اليوم،
راها البنات غتهناو غتهناو وغتبان لكم الخلفه وغتبان لكم النتيجه من الاستعمال الاول للاستعمال الثاني، غيبان لكم ان الشعر ما شاء الله كيبدا كيخلف كيطلع لك الخلفه كي. المهم انا لاحظتها في شعري ولا عاجبني عاجبني بزاف، يعني ما نكذبش عليكم انا بالنسبه لي الشعر عندي شي حاجه مهمه في المراه، يكون عندها الشعر يكون شعرها زوين يكون قوي ما يكونش خفيف. عاوتاني حتى ديك الدار الوصفه اللي تبعتها كيف قلت لكم دابا جوج سيمانات وعطاتني مفعول، عطاتني مفعول بصح بصح كبير كبير، المفعول ديالها باين 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 لدرجه انني من هنا فاش كنفرق شعري كيطلعوا لي هذوك الخلفه كتبان ليا. ملي كنكون نصايب في شعري هاد الايام تبقى تصايب شعري في الصالون، يعني كنكتفي بانني كنصايبو غير في الدار، دابا جوج مرات كنصايبو غير في الدار، فاش كنفرقو هكا وكنجي كنبدا كنزل فيه كيبانوا لي هذوك كتبان لي الخلفه خارجه ليا من هنايا، يعني بان لي الفرق بان لي الخلفه طالعه ليا ما شاء الله الخلفه. صافي قلت اليوم غدا نخدم الكاميرا وغدا نبرك عند البنات ونقول لهم الحل ان شاء الله اللي غتجربوه ان شاء الله وغادي يبان لكم عليه الفرق. وانا عارفه بزاف ديال البنات اللي كيعانيوا من هذا المشكل، هذا كنشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي في شحال من مثلا غير في التيك توك هكا كنت كندور كيبان لي هكا شي كومونتيرات هكا كيقولوا لي معفك عتقينه راه شعري مشى ليا راه شعري كله كيطيح راه ما نعرف شنو عندي، لدرجه ان بنادم كيولي موسوس كيولي يقول لك واش عندي شي حاجه واش تدارت ليا شي حاجه. هذاك الشيء كتكون غير عوامل نفسيه، كيكون فقر الدم كيكون نقص في فيتامينات، لو ستريس حتى هو كيدير بحال هكاك كيطيح الشعر كينسلو كيولي يجيب لكم والله بحال لا ما نعرف اشنو فيكم. وصافي ماشي غير هضره، ما نديرش هذا الفيديو غير باش نهضر نبقى بلا 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 داويه خاويه، بصح هادشي اللي كنشاركو معاكم رانا كنشاركو على راسي كنطبقو على شعري وعلى البشره ديالتي، ماشي غير جايبه حاطه غير هكا كباركه ما عندي ما ندير غنبر قدام الكاميرا ونبدا كنكذب على الناس. اكيد لا، انا عارفه متبعيني بزاف ديال الناس، انا حاسبه ماشي متابعات تاعي ما حاسبهمش، يعني غير متابعات ما كنعرفهمش كيجيب لي الله بحال كنعرفكم كاملين بحال قرابين ليا كاملين، الله شاهد عليا بدون ما فيهاش داك الزواق ديال الهضره ولا داك النفاق ولا داكشي ما عندي ما كندير به ما عنديش معاه. المهم غنبدا معكم باول حاجه، اول حاجه اللي هي هو هذا، هذه هي العشبه اللي انا مصايبها هنا عندي في الزيت، اللي كل سيمانه فاش كنبغي نمشي للحمام كنشق بها كنشق بها الجذور ديال الشعر ديالي وكنهبطها حتى الاطراف، وبان لي عليها الحمد لله بان لي عليها فرق كبير كبير، ما عرفتش بحالاش ما كاينش اللي غادي يساعدني باش نوريكم الخلفه اللي ناط ليا، يعني ما شاء الله ما شاء الله. البارح كنت في الحمام وجيت وكنت كنسرح في شعري وبان لي واحد الفرق، واحد الفرق اللي انا ما شاء الله فرحانه به بزاف، مفرحني على جد. من بعد ما كان شعري غير كنكب عليه الماء كيتم نازل كيمشي كينزل ليا كلي، كنولي كامله مطليه بالشعر لدرجه والله العظيم والله العظيم الا كنت كندخل الدوش كنبقى نبكي، فاش كنكون ندوش كنبقى هكا كنشدو كنبقى كنبكي كنبكي، اقسم لكم بالله عز عليا انا ما نكذبش لكم عز عليا الشعر والله. المهم هاد العشبه اولا هاد النبته اللي غتجيكم شويه غريبه، ما عرفتش الناس فاش غتسمعوها ما عرفتش ربما تجيكم غريبه، ولكن راه الناس كامله كتعرفها اللي هي زريعه الكيف، هادي اللي عندي انا هنا زريعه الكيف راه متواجده عند بعض العشابه راه كيبيعوها، ولاو دابا حتى المعشابات كي دوك اللي كيطحنوا الزيوت اللي يعني كتمشي توقفي عنده وتقولي لي بغيت شي زيت يعني كيطحنوا قدامك راه حتى هما ولاو كي يعني كتكون متوفره عندهم هاد زريعه الكيف هادي اللي انا شديتها هنايا ما حمرتها ما حتى شي حاجه غير طحنتها ودرتها في هاد القرعه بحال هكا ودرت عليها الزيت ديال فاتيكا. تمشيو عند مول الماكياج غتاخذوا من عنده زيت فاتيكا ديال الحبه السوداء، هذاك راه زوين، تقدروا الا ما لقيتوش فاتيكا بالحبه السوداء تعوضوها بهاد الزيوت اللي قلت لكم او بالحبه السوداء، بغيتوا تزيدوا عليها حتى زيت الخروع زيدوه، انا هنا اكتفيت غير بهاد الزيت ديال فاتيكا كيعجبني ديال الحبه السوداء ريحته زوينه ما كيخليكش تشمي حتى داك الجهد ديال واخا هي الزريعه ماشي مجهده ولا فيها شريحه خايبه بالعكس بتاتا بالمره.
ريحتها زوينه. انا كنديرها هنا مرقده في الزيت، وهذاك ملي كانت بقى عندي ديك الكميه كنشد نطحنها وكنضيفها مع الاعشاب اللي كيف ذكرت لكم ذكرتهم في الفيديو السابق اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. دوزوا شوفوه وخذوا هذوك الاعشاب وغتبقاو تستعملوها مع تهيا بحال شنقول لكم دوك العشوب اللي كيتخلطوا مع الماء سخون وكديروهم كتطليوهم لشعركم. هذيك هذوك حتى هما كتزيدوها عليهم واحد المعلقه ولا جوج معالقات. المهم كيف قلت لكم انا خديت زريعه الكيف طحنتها ودرتها في القرعه وكبيت عليها هذيك القرعه ديال الزيت فاتيكا ديال الحبه السوداء. انا مابقاش داك باش تعرفوني راه ما كنتش كاع ناويه نشارك معكم هذه الوصفه، راه غير حتى شفت المفعول ديالها يعني رميت القرعه فاش كبيتها هنايا صافي رميتها ما على باليش راه غنصور باش نخليها لكم باش نوريها لكم. صافي غير جبتها جديده كبيتها هنايا ورميت الخاوي تاعها ما خليتوش. المهم هنا قلت لكم زريت الكيف مطحونه وزدت عليها قرعه ديال فاتيكا ديال زيت الحبه السوداء، راه متوفر عند مالي الماكياج تقدروا تلقاوه متوفر. وصافي وخليته هنايا واحد المده حتى طلقات، خليته واحد 10 ايام حتى طلقات كتولي بحال هكا. هو نورمالمون الزيت ديال الحبه السوداء هذاك ديال فاتيكا اللون ديالو اسود ولا بنفسجي، وكتزيد هي كتطلق معايا يعني فاش كنبغي انا نشقبها شعري كنشدها كنحركها مزيان 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 وكنخليها تعاود تنزل عاوتاني. صافي كنبقى كنهز هكا بصباعي وكندير من الجذور يعني شنو نقول لكم كنشقق بها شعري ولا ما عرفتش نقول لكم. صافي كنديرها كامله وكنحاول انني ملي كنديرها الجذور كاملين كناخذ واحد المشطه صافي كنمشي بها الدوره الدمويه كنشد شعري كامل كنرجعو هكا كنمشطو لهاد الجهه كله وكنعاود ثاني من كنمشطو كله لهاد الجهه وكنعاود ثاني نحولو للجهه الاخرى وانا كنمشط وكننشط في ديك الدوره الدمويه باش هذاك الفروه ديال الراس كتستافد من هذاك الزيت يعني وكتعطيكم مفعول. وكنشدو عاوتاني وكنهبط بيه حتى الاطراف كاملين حيت هي شويه فيها واحد الماده لزجه واحد شويه كتعطيكم حتى واحد اللمعان وكيجي الشعر فيها خفيف كيجي زوين. ما عرفتش حاش غادي وصيغتو البنات اللي عندهم الشعر عرفتوا فاش غتغسلوها من الحمام وتجيو كيبان لكم واحد الفرق كبير. وان شاء الله حتى البنات اللي خفيف لكم شعركم غادي غير تتبعوها ان شاء الله وغادي تعجبكم بزاف غتجيكم زوينه وغتبان لكم الخلفه ما شاء الله كتنوض. وصافي بالنسبه لهذه راه قلت لكم شنو كندير بها. صافي زريت الكيف زيت ديال الحبه السوداء كنعمر عليها وكنخبيها حتى كنبغي نمشي للحمام كنشقق بها شعري مزيان صافي حيت انا كنديرها هذه. ودابا مع البرد نورمالمون هذوك الاعشاب ما كنديرهم في الدار، ولكن دابا مع البرد ما كنتقدريش ديري داك العشوب وباردين عليك هكا كنديهم في واحد العلبه معايا للحمام. وين فوا كندخل هذوك الاعشاب كما ذكرت في الفيديو السابق كنديرهم وكنزيد معاهم واحد جوج معالقات ديال زيت الكوك اولا كنزيد معاهم من هذه كنزيد معاهم واحد المعلقه من هذه وكنزيد معاهم معلقه ديال زريعه الكيف. صافي ملي كندخل الحمام كنخلطهم بالماء طايب نيت باش كيعطوني داك المفعول تاعهم وكنخليهم واحد شويه يدفاو وكنديرهم لشعري كامل من الجذور للاطراف. صافي كنجمع وتكوني مدي معاك واحد الزيف ولا دره صغيره كتشدي بها باش ما يبقاش داكشي ينزل عليك معاهم ما فيهم الاعشاب هذوك فيهم اوراق السدر فيهم دوك الاعشاب اللي لزجه كتبقى تنزل عليك ما تخليكش تحكي على خاطرك ولا. صافي كندير واحد الفولار كنشدو به هذيك عندك هذيك الساعه ديال الحمام راه كيكون استافد منها الشعر وعرفتي واخا تغسلي بالشامبوان وتعاودي وديري الماسك كتجي فيك واحد الريحه ديال القرنفل وديال هذوك العشوب كتحمق واحد الريحه وكتبقى لك في شعرك يعني ما كيخنز ما حتى شي حاجه زوين. اللي كنسالي في التالي فاش كنبغي نخرج صافي من الحمام سالي درت صابون غسلت صافي غادي نخرج كنشد واحد النص حامضه وكنعصرها في واحد الطاسه تاع الماء وكنشلل بها شعري. عرفتي هذيك زوينه لاحظت عليها حتى هي واحد الفرق كتخلي واحد لابغيونس في الشعر
كتخلي واحد شنو واحد كتحسوا به هذيك الحامضه سيرتو الا 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 عصرتوها مزيان كتطلق هذاك الزيت ديالها وكل شيء معك تكون ديجا سخونه مدخلها معك الحمام صافي راه ما تقولش اي جمعيه الجراتي. وبالنسبه للبنات اللي كيخناز ليهم الفروه ديال الشعر ديالهم كننصحكم البنات بهذوك الاعشاب راه ماشي باغياكم تمشيو تتفرجوا في الفيديو او لا راه فيا دابا غير ما بغيتش نبقى نضيع الوقت نعاود نذكر لكم هذوك الاعشاب كاملين راه زوينين وكيخليو الريحه زوينه في الشعر وكينقصوا لكم حتى دوك اللي باكتيريا مع فيهم القرنفل كتبقى ديما فيك ريحه القرنفل واخا ما تغسليش شعرك على 5 ايام كتبقى فيك ريحه القرنفل غير كتحلي شعرك بحال هكا كتضربك ديك الريحه الزوينه. خذوا هذوك الاعشاب البنات وديروهم عافاكم البنات اللي كيطيح ليهم الشعر خذوا هذوك الاعشاب اللي ذكرت لكم في الفيديو السابق غنخلي لكم هنايا وغادي نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف سيروا خذوهم البنات وديروهم وانا ما بغيتش منكم حتى شي حاجه غير اللي بانت لي النتيجه تدعي معايا غير بالخير صافي هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي ندوز معكم لهذا الكريمات ديال ماركه لوريال اللي طلبتو مني خليتوهم ليا في التعليق وسولوني عليهم بزاف تاع البنات في انستغرام قالوا لي واش عندهم شي مفعول انا اليوم غنشارك معكم شنو كنستعمل من لوريال. الكريمات تاع لوريال عندي اول كريم اللي هو هذا عرفتش غادي يبان لكم هذا كريم نهار من ماركه لوريال شنو نقول لكم هذه مده ديال تقريبا دابا واحد العامين انا كندير هاد الماركه ديال لوريال ما كذبش عليكم غيبان لكم الا مشيتو تبدلتوها او وليتو كديروا شي مرطبات واحده اخرى غيبان لكم الفرق ديالها بزاف. كانت قالت لي واحد البنت كدير لي القشور ما كنظنش انها كدير لك القشور انا عندي لابو ميكس ومن النوع اللي عندي هاد لازون هادي ديك ما عرفتش لازون تي ولا ماشي كيقول لها من هنا عندي شويه ميدم يعني نيفي ديما كيتيدم ليا وعندي من هنا ناشف 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 كينشف كينشف يعني كم مثلا الصباح مع الصباح نغسل وجهي كنحس بيه ناشف خاصه في البرد كينشف كتولي البشره محتاجه لبزاف ديال الترطيب سواء اليدين سواء الوجه. بالنسبه لي انا هذا كنديرو شتا وصيف هاد الكريم ديال لوريال مرطب ديال النهار كنديرو شتا وصيف وكيعجبني وما كيبقاش ملصلص ما تقيلش على الوجه بمقارنه مع كريمات وحده اخرى بلا ما نذكر الاسماء ديالها. راه البنات فعلا فاش كديروها كتبقى ثقيله عليكم نهار كله تي كتحسي بوجهك كيتلصق كتحسي بوجهك ما مرتاحاش وغير كتغسلي ما عنده حتى شي نتيجه. هذا البنات واحد البنت قالت لي في واحد على ما عقلت قالت لي في واحد التعليق في واحد الفيديو قديم اللي كنت مشيت فيه الجديده وتقديت منه هاد لي برودوي تاع لوريال قالت لي انت مازال صغيره علاش كديري الكريمات ما فيكش التجاعيد. والبنات ورا الكريمات المرطبه ديال لوريال ولا ديال اي كريم مرطب وخاصه لوريال انا بالنسبه ليا راه ماشي حيت فيا التجاعيد رانا كنحارب التجاعيد ملي كنوصلوا لواحد لاج راه خاص المراه ديما تبقى كترطب وجهها ترطبوا ليل ونهار باش هي كتحارب التجاعيد باش ما يوليوش فيها التجاعيد بالزربه. راه البشره قد ما رطبتيها قد ما كتحاربي التجاعيد كطاكيهم ما كتخليهمش يجيوك بكري قد ما درتو بكري قد ما هذا انا كناخذو على حساب لاج ديالي يعني كل وحده في هاد لوريال راه دايرين لكم يعني كل وحده ولاج ديالها باش يعني اينا كريم غادي يجي لها مع بشرتها ولا لاش غادي يصلح ليها. انا بالنسبه ليا في سن 33 سنه يعني هذا اونتي غيد يعني باش كنحارب ان البشره تاعتي تتعرض للتجاعيد بكري ولا راه كتعرفوا المراه كتوصل لواحد لاج راه صافي كتبدا كتدلدل الا ما درتهاش في راسها راه توصل لواحد لاج غتولي كامله مدلدله كل التجاعيد. هذاك الشيء علاش انا كندير هذا ديال لوريال. بالنسبه للبنت اللي سولاتني وقالت لي علاش انت ما فيكش التجاعيد وكديري هذا ديال لوريال انا هذا خيضاء على حساب لاج ديالي يعني من فوق ابتداء من 30 عام يعني ماشي ديال 40 عام والفوق باش غادي يضر ليا بشرتي ولا شي حاجه. هذا يعني الماركه ديال لوريال مصايبه على حساب الناس اللي في لاج ديالي باش كيحارب التجاعيد كيرطب لك الوجه ما كيخليش عرضه للتجاعيد. وحاجه واحده اخرى اللي كنديرها من لوريال هو هاد الكونتور ديزيو هذا
هو من ماركه لوريال هذا اللي لاحظت يعني انا فرق كبير واخا انا ما عنديش لي غيد عند عينيا ولكن كيبان لك راه ضروري اون فوا كنضحكوا كيبان لك ان عندنا واحد واحد الخطوطه اللي كيكونوا عندنا هنايا في جنب العين كيبان المفعول ديالو انا هادو بجوجهم من الصباح للصباح كنغسل وجهي بالجينيتويون تاعي وكنديرهم هذا كنديرو هنايا في هاد لازون تاع العين هذا كونتور دي زيو كندير به حركات دائريه في عينيا من هنايا في هاد الجناب هادو كنحركو مزيان باش يدخل صافي وهذا بالنسبه لهاد هذا اللي كندير كريم دو جور قلت لكم كنحاول انني ندير ليه حركه دائريه بهاد لابوس هذه اللي ديجا انا كنغسل بها وجهي رطيت بزاف هاد لابوس هذه اللي غير لقيتها عند مول الماكياج هنا عاديه واحد مول الماكياج عندنا في بام خديتها ب 30 درهم وزوينه زوينه زوينه بزاف كتعجبني رطبه واخا انا عندي بشره ديالتي حساسه زوينه واحد النعومه فيها زوينه بزاف قلت لكم انا كنشد هاد هادي بلايصه ديال السيليكون اللي فيها بحال السنينات صافي كندير هذاك الكريم مزيان وكنحاول انني كندخله في البشره ديالتي مزيان واخا عندي هذيك عندي هذيك لاباراي ديال لوريال اللي كدير الماساج للوجه و ميم طون كتنيطوي بها وجهك اللي كتخدم بالحجر كنفضل هادي كنفضل هادي زوينه ورطبه ما كتضرش كاع البشره بمره هذه البنات اللي كانت عندكم لقيتو عند شي مول الماكياج خذوها زوينه هذه يوميا كنغسل بها وجهي وكندير قلت لكم هذا الكريم ديال لوريال وكندير به حركات دائريه بهذا الشيسه ديال السيليكون باش كنشط الدوره الدمويه وكيدخل وبصح هذا راه ماشي زعما غير باغي نبيعو ولا شي حاجه راه كيرطب الوجه واخا كتغسليه ما كتحسيش ببشرتك ناشفه يعني رطب لك وجهك رطب لك وجهك وفراسكم راه هو اونتي غيدو ميم طون كيحيد لي طاش والله حتى كيحيد لي طاش انا كنت متبعاه كنرطب بيه ماشي غير وجهي كنهبط هاد المنطقه كامله يعني مادام غترطبي وجهك ديما رطبي معاك العنق ديالك وكل شيء العنق حتى هو معرض للتجاعيد وصافي وهذا الكريم هذا حتى هو زوين البنات زوين بالنسبه لهذا نسيت ما قلتش لكم بعض المرات كيكونوا دايرين فيه بروموسيون هذا كيكون هذا مع هذا او لا كيكون هذا والكريم دو نوي تاعو يعني انا فضلت انني ناخذ معاه الكريم ديال الكونتور دي زيو صافي ما بغيتش هذاك تاع الليل كندير هذا في بلاصه هذاك الاخر هذا قلت لكم بما انه كان عرض فيهم بجوج خديتهم بجوجهم واش 130 درهم باش كنت خديتهم راه ما غاليينش راه 130 درهم ما كتقدري تخرجي تحطها مول ما عند جيبها بانيو نهار كله حنا ننقلو في البانيوات اش درنا بيهم اللهم بعد مرات نسيع لك المواعن نسيع لك المشاقف دوزي خذي كريمات اهتمي براسك اهتمي بحالتك المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره الميساج وصل كنتمنى الميساج يكون وصل تهلاو في راسكم البنات العيالات تقولي لي حق انا ولدت الولاد صافي تبيريميت ما تبيريميتيش اختي راه المراه ملي كديها في راسها ولا كتنقي راسها راه ماشي حق جات بالعمر ولا العمر غير رقم ما عمرك تقولي انا كبرت انا في عمري 50 عام انا ديما العمر راه مجرد رقم ما عباد الله والبنادم خصو يكون من الداخل ديالو يحس براسو انه صغير ماشي ديما انت كوني صغيره في الداخل ديالك حس براسك انك صغيره عيشي بروح ديال الطفله ديال فراسك ما تقوليش ليا حقا صافي انا كبرت حيدي عليا من هذا الشيء صافي الولاد ولد منا من الولاد راه غيكبروا راه غيتزوجوا راه غيديروا عيالاتهم بنات غيتزوجوا غيديروا رجالاتهم غتبقاي نتي توقفي وتشوفي راسك كيفاش دايره الله يطول في عماركم كاملين والله يرزقكم الصحه والسلامه هذا الكريم هذا اللي كيدار البنات هذا صباح وعشيه هذا اللي كديريه وكديري واحد الماساج كديري الوجه تاعك وتاع العلا العنق تاعك اللي حتى هو كيفتح شويه اللون كيعطي للبشره انتعاش كيرطبها من الاعماق حتى هو كنصحكم به البنات هذا اللي الثمن ديالو بعد مرات كيدير 130 درهم مره كتلقاوه غير ب 90 درهم كل مره هما غير بالنسبه للبنات اللي عندهم مهرجان وكارفور كنقول لكم انا كنت من هنا ملي كنت كنتقداهم ديما فاش تمشيو هكا ضربوا طليله الا بان لكم فيه برومو خذوه صافي هذا حتى هو هذا اللي كندير دابا انا مره في الليل اولا بعد مرات كنرطب بهذا ولا بعد مرات بهذا يعني ما عنديش واحد فيهم محدد نقول لكم تبعي هذا في الصباح وهذا في العشيه المهم هادو هما اللي كنعتمد عليهم انا من ماركه لوريال كيعجبوني بزاف وفي الميت سلاو
كنجيبهم وديما غتشوفوني كنستعملهم وديما غتشوفوهم عندي لانني لاقي عليهم راحتي وكيبان لك الفرق. راه ماشي راه كل وحده كتحط فلوسها في شي حاجه واخا هو ماشي شي فلوس، المهم راه كتعرف الحاجه اللي لايقه ليها ما لايقاش ليها. انا هادو شاركت مع البنات اللي ما عندهمش تجربه في هذا الشيء. باغا شي مرطب لوجهك، باغا ترطبي وجهك، باغا تحاربي التجاعيد عليك بلوريال، بصح خدي لوريال راه زوينه والثمن ديالها مناسب. وصافي هنا غادا نقول لكم شكرا لكم على المتابعه ديالكم، شكرا لكم على الوفاء ديالكم. نتمنى نكون فدتكم ولو شويه، نتمنى تكونوا استفدتوا مني، نتمنى تجربوا الوصفات اللي كنشارك معكم. يعني تعرفوا انني ماشي دايره غير الفيديو غير باش ندير فيديو او لا باش غير نبقى هادره، ديما غنشارك معكم الحوايج اللي انا كنطبقهم على الذات تاعي وكيجيو معايا وعندهم فائده. وصافي كنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش تخليوا لي تعاليق زوينه، تخليوا لي اقتراحاتكم، تخليوا لي شنو كنبغي نشارك معكم. ومن طبيعه الحال تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم، احبابكم وصحابكم، وتخليوا لي بزاف 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 ديال لي لايك. وراكم في القلب. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.